السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية برضو من مواضيع الهيدرولوجي والهيدروليكس، ألا وهو الجيل سترينث. دلوقتي يا جماعة كده يعني إيه كلمة جيل سترينث باختصار شديد؟ شوفوا يا جماعة، أنا دلوقتي بيبقى في ظاهرة عندي كده اسمها ثايكستروبيك. يعني إيه؟ يعني انا دلوقتي يا جماعه اول ما الفلويد بتاعي ما يعني هديك مثال صغير كده، مثال صغير. عارفين يا جماعه اللبن الرايب والزبادي واللبن، ايه الفرق بين الثلاثه؟ الفرق ما بين الثلاثه هي الستيت بتاعت كل واحده فيهم بس. يعني اللبن ده في الحاله العاديه ده سائل، اللبن الرايب في حاله سيمي سوليد، انما الزبادي تقريبا سوليد، يعني صلب. طيب الفكره بتاعتي في ايه؟ انا دلوقتي يا جماعه لما باجي احفر وبعد كده هقف، بعد كده بحفر عادي خالص، احفر اهو طول ما انا عمال اعمل روتيشن واضخ، بعمل سيركوليشن، فالدنيا ماشيه تمام. لكن انا مثلا بعمل سيرفي فببطل البمب وبعدين اشغلها مثلا، او انا مثلا بعمل كونكشن فانا موقف لا في سيركوليشن ولا في روتيشن ولا في اي حاجه. في كاتنج عندي موجوده فين؟ موجوده في الانيولوس. موجوده الكاتنج دي ما فين؟ في الانيولوس. طب الكاتنج دي ممكن تعمل فيها ايه؟ لا، الكاتنج دي خطيره جدا، ممكن يبقى حضرتك لو الفلويد بتاعك ملوش القدره ان هو يشيل الفلويد ده، ملوش القدره انه يشيل الكاتنج دي اثناء ما انت موقف سيركوليشن او اثناء ما انت موقف روتيشن او اي حاجه، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي نازله فوقيك وتتردم عليك وتردم عليك وتلاقي حضرتك تستك. فمن هنا كان لازم ندرس حاجه تبقى موجوده في الطفله بتاعتنا، ان احنا وقت ما نوقف سيركوليشن لازم تجل كده الطفله، يعني تبقى عامله زي الايه؟ تبقى عامله زي الزبادي كده اللي هي تجل خالص. اول ما تجل واول ما ابدا اسركلها، ابدا ما اعمل سيركوليشن، تبدا تفك واحده واحده تاني لحد ما ترجع مره تانيه لحاله الليكويد ستيت. يبقى ظاهره الثايكستروبيك ايه هي؟ ان هي حضرتك ليكويفيكيشن اوف ذا فلويد ان ذا ديورنج ستيرنج اند جيلينج وايل ستوب سيركوليشن، يعني ايه؟ اول ما تبطل سيركوليشن. طيب ايه اهميه الجيل سترينث؟ اولا زي ما قلت لك كده، اثناء الاستاتيك كونديشن يشيل الكاتنج، وفي نفس الوقت برضو اثناء الاستاتيك كونديشن يشيل البرايد. يعني مثلا سي على سبيل المثال، انا طالع دلوقتي بول اوت اوف هول عشان انزل كيسنج، فالبير هيقف استاتيك فتره طويله، فمحتاجه يبقى ليه القدره ان هو يشيل الايه؟ البرايد او الويتنج ماتيريال لمده طويله لحد ما ابدا انزل الكيسنج بتاعتي، واخد بالك انت؟ فبالتالي لابد يبقى في ظاهره الجيل سترينث ديت موجوده، لان طبعا لو فقدنا الويل كنترول بتاع البير هتبقى مشكله، ممكن تحصل كوارث، وطبعا ساعتها انت بتبقى طالع بره البير فمش هتعرف تقتل البير طبعا الا بقى بطريقه فوليومتريك، طبعا بتطلع تضطر تطلع الفوليومتريك تطلع بيها الانفلاكس، وبعدين بقى تبدا تشوف اذا كنت هتعمل ستريبنج ولا حاجه عشان تبدا تقتل البير وهكذا. طيب تمام كده يا جماعه؟ طيب فبنقول اهوت الجيل ستريس ده بيجي نتيجه ايه؟ يعني ليه الزبادي كده؟ ليه بيبقى شكل الزبادي عامل زي حالته في وضعه كده؟ قال لك هو ما هو الا اتراكشن ما بين السوليدز اندر ستاتيك كونديشن. يعني ايه؟ هو بيحصل تجاذبات ما بين السوليدز ديت في حاله الايه؟ الستاتيك كونديشنز بتبقى ماسكه في بعضها بحيث ان هي بتبقى عامله زي الزبادي كده، او بنسميها ظاهره الجيلينج. ايه انواع الجيل سترينث اللي عندنا؟ قال لك بس في نقطه بقى خطيره قوي، هل يا ترى انا لما احب اعمل الجيل ستيرنس بتاعي ده اعمله عالي قوي ولا اعمله واطي قوي؟ الحقيقه ان احنا ولا بنعمله كده ولا بنعمله كده، احنا بنعمله في مرحله الوسط. يعني بقيسه عند 10 ثواني و10 دقائق و30 دقيقه. خلاص الجيل دايما بيتقاس عند 10 ثواني 10 دقائق 20 30 دقيقه. اوكي؟ ليه الكلام ده يا جماعه بقيسه ليه كده؟ لان حضرتك انا هسيب الطفله دي لمده طويله قوي في البيت. فبقيس بال10 ثواني ديت ان انا مثلا لو حبيت اعمل كونكشن هيقدر يستحمل ولا لا، وبال10 دقايق دي اللي هي المده الطويله، ان هي مثلا لو انا طالع وايبر تريب طويله، او انا مثلا طالع عشان اعمل كيسنج او كده، بقيس بيها الكلام ده كله. طيب خلاص، فبالتالي انا هنا عندي نوع من اتنين، يا اما يكون النوع الاولاني فراجايل او فلات، يعني حضرتك بتلاقي القيم ما بين ال10 مينتس وال10 سوري ال10 سكند وال10 مينت بيبقوا حضرتك ايه؟ قيم سكات تكون صغيره، يعني مثلا تقول مثلا 9 و11 9 و15 حتى مش مشكله، في القيم في حدود القيم ديت يعني. خلاص طيب، طيب بنقول اهو يبقى ايه؟ one that doesn't differ markedly from 10 second to 10 minute، يعني ما بيبقاش ايه بعيده قوي.
This is common with many polymer fluids and some calcium system. يعني دايما معظم البوليمر فلويد هو اللي بيقول بيبقى فيه الظاهره دي. خد بالك زي ما اتكلمنا قبل كده في موضوع اليلد بوينت، قلنا اليلد بوينت بيجي من البوليمر، ولكن الجل لو عايز الجل ازوده احطه بنتونايت. ليه؟ بجيب سوليدز ارشقها في الطفله واكتف سوليدز فتقوم تعليل الجل. حتى لو انا بالغلط، لو انا بحفر مثلا وزاد عندي الام بي تي نتيجه حفره مثلا اكتف شيل ولا حاجه، برضه هتلاقي الجل بتاعك يعلى. خلاص؟ فبالتالي الجل بتاعنا اللي هو الفراجيل او الفلات، مين اللي بتبقى البوليمر هي اللي بتبقى فيه. طيب النوع الثاني بقى اسمه ايه؟ بروجريسيف اور اليفيتد جل. يعني ايه؟ يعني مثلا بتلاقي القيم عاليه قوي، تلاقي مثلا ساي مثلا على سبيل المثال 25 55 مثلا ولا 55 ومش عارف 100 كده، يعني قيم عاليه قوي. فالبروجريسيف جل ده خطير جدا بقى. ليه؟ تخيل بالذات في الاويل بيز مود، اويل بيز مود والجيل سترينث بتاعها بروجريسيف عالي قوي كده، كانك بالظبط عامل دهن في البير. لو انت عايز ترن لاينر مثلا مش هتعرف تحت في البوله، مش هتوصل. عايز ترن اي جوب مش هتعرف تعمله. فبروجريسيف جيل ده مش مطلوب خالص في اثناء الحفر، خلاص اثناء الحفر ولا اثناء اي حاجه. دول اوكيرز وين ذا 10 مينيت جيل از ماتش هاير ذان ذا 10 سكند جيل and further increases significantly with time، يعني بيزيد مع الوقت. طبعا ده خطير جدا. بنقول if the mud is contaminated with solid، دايما بيحصل لك لو الطفله contaminated بالسوليدز، لا سيما لو انت عندك ال MBT لقيته عالي، يعني مثلا هي السوليدز دي كان نوعها بنتونايت مثلا. تاني حاجه لو انت contaminated بالكربونيت، الكربونيت بتعلي الجل بشكل مش طبيعي. برضو الحاجات اللي بتعلي الجل بشكل مش طبيعي لو انت بتحفر اسمنت، فناخد بالنا من الحاجات اللي احنا كنا حكينا عليها قبل كده. اهو ده بشكل عام يا جماعه اللي هو في شكل الفراجايل والبروجريسيف جيل زي ما انت شايف كده. ادي عند حضرتك اهو شكل الايه، ده شكل الايه الفراجايل جيل اهو. قيم تكاد تكون بسيطه قوي ما بين يعني عندك اهو، لو خدنا مثلا 10 ثواني و10 دقائق كده يكون ما فيش حاجه خالص ما بينهم، ولو على مدار مثلا 100 دقيقه كمان ما فيش، تكاد تكون ما فيش. نفس الكلام برضو ايه لو القيم عاليه شويه مثلا اهو بين ال10 ثواني هنا مثلا او ال10 دقائق، يعني كده يكون القيمه قريبه قوي. انما حضرتك بقى هنا القيم البروجريسيف لا، زي ما انت شايف كده بتلاقي قيمه ال10 ثواني وال10 دقائق عاليين قوي والقيم نفسها عاليه زي ما انت شايف كده بالمنظر ده، بتبقى قيم عاليه قوي. فده خطير جدا ان هو لا قدر الله ممكن انت نازل بلاينر ما تعرفش تعمل جوب باللاينر، تلاقي البريشر بيرتفع معاك قوي لما تيجي تعمل بريك سيركوليشن، يعني بيبقى مشكله. لا قدر الله برضو ممكن يكسر لك الطبقه. لو انت مثلا حتى عملت كونكشن وقف وحصل فيه جيلنج، اما تيجي تشغل البامب لو الحفار مثلا ما شغلهاش بالراحه قوي واحده واحده كده لحد ما يكسر الجيل، وشغلها مره واحده ممكن يكسر الطبقه. فبالتالي البروجريسيف جيل ده مش مطلوب مني ابدا ان انا اوصل للمرحله ديت، ودايما تبقى عيني عليه. طيب ازاي اكسر البروجريسيف جيل؟ عادي خالص، هحط بقى يا اما ايه ثينر عشان السوليدز اللي بتبقى موجوده ديت تتكسر من بعضها ويحصل لها ديسبيرزن مثلا ولا حاجه، او اضيف مثلا ايه اللي هو الدايلوشن مثلا بالبيس فلويد، سواء اذا كنت اويل بيز مثلا احط ديزل، او اذا كنت ووتر بيز مثلا احط ميه او اي حاجه من الحاجات دي، بحيث ان انا اكسر الروابط ما بين السوليدز وبعضها. طيب ايه اهميه الجيل سترينث بشكل عام زي ما اتكلمنا؟ قلنا اول حاجه ان انديكيشن اوف لو شير ريت ريولوجيكال بروبرتيز. ليه؟ قلنا اصلا بنقيس الجيل ازاي؟ حضرتك بتيجي حضرتك واقف لمده 10 ثواني وتشغل الجهاز الريومتر بتاعك على قيمه ثيتا 3، وبالتالي هو بيعبر لك عن قيم اللو شير ريولوجي بتاعتك. طيب لو قيمه الجلد كانت تو ميني تو لو، يعني قليله قوي، فممكن يحصل لك برايت سيتلنج، وممكن يحصل لك برايت كاتنج، سوري يحصل لك سيتلنج الكاتنج، وممكن الكاتنج تعمل لك كاتنج بيد، يعني تقع كده على اللو سايد وتعمل لك كاتنج بيد وتبقى مشكله في التربات، لا عارف تطلع ولا تنزل وتبقى مشكله. فاحنا مش عايزين الجلد بتاعنا يبقى قليل قوي زي ما اتفقنا، خلاص عشان ما يحصلكش المشاكل دي. وفي نفس الوقت لو كان تو هاي، يعني هو الجيل عالي قوي كده عامل زي الدهن، فايه اللي هيحصل؟ هتيجي تطلع تاخد سواب هيعمل معاك ويل كنترول اشو، هتيجي تنزل هتدي له سيرج هتكسر الطبقه. فبرضه لا احنا عايزين الواطي قوي ده ولا عايزين العالي قوي ده، ولكن بنخليها قيم ان بتوين. وبالتالي ده اهميه الجيل استرنس. ده كان درس النهارده، اتمنى يا رب يكون سهل وسلس وبسيط، اكون وصلته لكم بشكل بسيط. تحياتي ليكم، اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.